إشارة جديدة من الفضاء غير عادية وغير مفسرة حيرت العلماء الأيام والشهور اللي فاتت. وعلشان نكون واضحين من البداية، هي غير متعلقة بالكائنات الفضائية، لكنها جاية من منطقة قريبة جدا مننا في مجرتنا، مجرة درب التبانة. إشارة بتصدر وتنبض كل ساعة، وتم اكتشافها بالصدفة لفريق بحثي أسترالي. إيه مصدر الإشارة الغريبة؟ هل هي لنجم نيوتروني؟ هل هو نجم مغناطيسي شديد المغناطيسية؟ هل هو نجم نابض زي النجوم النابضة اللي بتنبض موجات كل ثانية؟ أم هو نجم قزم أبيض غريب ليه مجال مغناطيسي مختلف تماما عن أقرانه التانيين من نجوم القزم البيضاء؟ أهلا بكم وعيد سعيد علينا وعليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية جمعاء إن شاء الله. لما بيقوموا العلماء بتوجيه التلسكوبات الراديوية ناحية الفضاء، بنكتشف أحيانا رشقات نارية متفرقة من موجات الراديو في الامتداد الشاسع للكون. بنسمي الرشقات النارية عبر موجات الراديو باسم عابرات الراديو الكونية. بعض الرشقات دي بينطلق مرة واحدة وبيختفي للأبد ومش بنرصدها تاني. البعض الآخر منها بيومد وبينطفي في أوقات محددة ممكن نتنبأ بها. العلماء بيعتقدوا ان معظم النبضات دي بتيجي من النجوم النيوترونية الدوارة المعروفة باسم النجوم النابضة بولسارز. العلماء اكتشفوا خلال الشهور اللي فاتت اغرب اشارة راديوية حضرتك ممكن تتخيلها. اشارة راديوية طويلة الامد بتصدر كل ساعة. تعالوا مع بعض النهاردة نحاول نحل اللغز مع فريق دولي من العلماء اللي اكتشفوا الظاهرة العجيبة دي. قبل ما نكمل ياريت بقى تخبط اللايك الجميل اللي بيحفزنا. يلا بينا في رحلة عجيبة شيقة وممتعة نسرد شياطين الفضاء النجوم النابضة. في عام 2014 اكتشف العلماء اشعاع جاما نادر قوي وغريب في كوكبة الصقر بالاسم اللي هيظهر قدامك دلوقتي. وفي 28 ابريل 2020 اكتشف العلماء ان المنطقة دي بيصدر منها اشعاع راديوي هو الاقوى على الاطلاق، وكان ده اقوى توهج في النطاق راديوي اللي بيتم اكتشافه في مجرتنا مجرة درب التبانة. ومن بعدها العلماء والباحثين في مختلف الجامعات والمعاهد البحثية انطلقوا لدراسة الموضوع ده. بيقول دكتور إيميل لينك المؤلف الرئيسي المشارك في الدراسة اللي بيقوده فريق بحثي من أستراليا، كان بيستخدم التلسكوب الراديوي أسكيب واللي بيرصد السماء على نطاق واسع في الإشعاع الراديوي. وأثناء بحثهم عن الإشارات الراديوية السريعة اللي بتحصل في الملي ثانية في مصدر إشعاع جاما القوي ده، قال لينك إنهم كانوا بيراقبوا المصدر ده في الوقت اللي رصد فيه التلسكوب الراديوي جرم فلكي بيومد ببطء في البيانات اللي بحثوا فيها. اكتشفوا حاجة غريبة، إشارات من نفس المنطقة اللي اتكلمنا عليها كان الفريق بيعتقد إنها لنفس المصدر، لكن اكتشفوا بعد كده إن دي إشارة جديدة طويلة الأمد بتصدر من جرم فلكي كل 54 دقيقة بالتمام. اكتشف الفريق الدولي ظاهرة راديوية غريبة لا تشبه أي موجات راديو اترصدت قبل كده، وحنعرف غرائبها بعد شوية. ومش بس في البطء الكبير في إصدار الموجة اللي بتصدر كل ساعة تقريبا، إنما ملاحظات تانية غريبة في الجرم السماوي البديع ده. لاحظوا أحيانا ومضات سريعة، ومرة تانية ومضات طويلة وسطعة جدا، ومرة تالتة بتختفي أي إشارات. الأغرب إن الصورة اللي قدامك دلوقتي اللي انت شايفها هي صورة بالأشعة تحت الحمراء للمنطقة المحيطة بالجرم الفلكي الغريب اللي اسمه هيظهر قدامك دلوقتي. الأغرب إن الصورة دي أصدرت في سنة 2015. الله، أمال تم اكتشافه من شهور إزاي؟ الفريق بيقول إنهم وأثناء البحث في النجم المغناطيسي اللي كنا بنتكلم عليه في بداية الحلقة رصدوا إشارة راديو قوية مستقطبة، يعني ضوء بينبعث معاه موجات راديو بتسير في نفس الاتجاه، وده ضوء ما تقدرش عيوننا إنها ترصده، عكس الضوء العادي غير المستقطب والمنتشر في كل اتجاه. تلسكوب أسكيب زي النظارة الشمسية اللي بتصفي الوهج الشديد من آلاف المصادر للضوء العادي. ولشهور طويلة بعد الاكتشاف عكف الفريق البحثي على مراجعة البيانات اللي حصلوا عليها، بل وعملوا ملاحظات وأرصاد جديدة لنفس المنطقة باستخدام التلسكوب الراديوي الكبير الأكثر حساسية في جنوب أفريقيا
ميركات. بيقول بن ستافرز أستاذ الفيزياء الفلكية في جامعة مانشستر في بريطانيا إن النجوم النيوترونية اللي بينبعث منها موجات الراديو بتكون دايما نجوم متطرفة، ومتطرفة هنا يقصد بيها ستافرز إنها بتدور بسرعات عالية وبتصدر إشارات كل ثانية أو أقل أو أكثر بشوية قليلة، يعني دايما بتدور بسرعة كبيرة في الثانية. إنما نجم نيوتروني مقترح بيصدر الإشارات دي مرة كل ساعة، فده شيء غير متوقع. السؤال هنا عزيزي المتابع الشغوف بالعلم المحب للمعرفة، هل فعلا كل النجوم النيوترونية بتصدر موجات راديو؟ وإيه الفرق بين النجوم النيوترونية والنجوم النابضة؟ النجم النيوتروني بيتكون من تريليونات النيوترونات اللي ممكن تنضغط في كرة صغيرة كتلتها قد كتلة الشمس مرة ونص. بس تخيل حجمها قد ايه؟ حجمها قد مدينة صغيرة هنا على كوكبنا الأرض، 10 كيلومتر تقريبا. النجوم النيوترونية بتتشكل في أعقاب انفجار سوبر نوفا لما بينفد الوقود النووي للنجم المنهار. بيتم ضغط المتبقي من النجم المنهار في حجم صغير زي ما قلنا، وبتمتلك النجوم النيوترونية مجالات مغناطيسية قوية بشكل غير عادي، وبترسل تيارات في الفضاء على طول أقطابها. النجوم النابضة اللي هي نوع من أنواع النجوم النيوترونية اللي بتدور حوالين محورها بشكل سريع جدا، واللي بتصنع بسبب الدوران السريع ده الإشارات الراديوية النابضة اللي بنتكلم عنها. الإشارة الراديوية اللي بنتكلم عنها النهاردة سافرت تقريبا مسافة 16,000 سنة ضوئية لغاية ما وصلت هنا على الأرض. إشارات انطلقت من 16,000 سنة ما وصلتش إلا دلوقتي. بتشير طبيعة الانبعاث الراديوي ده ومعدل تغير الدوران إلى إن الجرم الفلكي ده أقرب إنه يكون نجم نيوتروني، لكن الباحثين ما استبعدوش إنه يكون نجم قزم أبيض معزول وليه مجال مغناطيسي قوي. بس يا جماعة ما ترصدش قبل كده نجوم أقزام بيضاء في مجرتنا على مسافة قريبة مننا وليها مجال مغناطيسي قوي زي اللي ترصد ده؟ علشان كده بعض العلماء استبعدوا إنه ممكن يكون قزم أبيض. الأقزام البيضاء هي فترة من حياة النجوم، بالتحديد نهاية حياة النجوم اللي شبه شمسنا. قزم أبيض بمثابة جمرة كونية بحجم الأرض لنجم محترق استنفد وقوده النووي. الأقزام البيضاء نجوم بتتمتع بفترات دوران أبطأ، لكن لحد النهاردة ما نعرفش بأي شكل من الأشكال هل ممكن تمتلك الأقزام دي مجالات مغناطيسية قوية زي الإشارة بتاعتنا النهاردة اللي عبرت مسافة 16,000 سنة ضوئية لغاية ما توصل هنا على كوكب الأرض. بالطبع ما تمش رصد أي أقزام بيضاء بمجالات مغناطيسية قوية، وبالتالي تفسير إن الإشارات جاية من نجم نيوتروني هي الأقرب. باين كده إن العلماء بيرجحوا إن الإشارة قادمة من نجم نيوتروني، لكن إن كانت النجوم النابضة سريعة جدا في إرسال النبضات وإشارات الراديو فده هيزود الحيرة بخصوص الجرم موضع بحثنا النهاردة. السيناريوين دول بيقدموا فعلا معلومات عن فيزياء الأجسام المتطرفة في الكون بشكل مبهر الحقيقة، وهيدفع الأمر ده لمزيد من البحث وإعادة النظر في فهمنا المستمر لعقود طويلة للنجوم النيوترونية والأقزام البيضاء، وبخاصة فيما يتعلق بمجالات انبعاثات الراديو الخاصة بيهم. وده اللي خلى معهد علم الفلك بجامعة سيدني باستراليا انهم يقولوا في بيان صحفي ان حقيقة الاشارة اللي بتتكرر بهذه الوتيرة امر غير عادي وغير طبيعي. النجم النيوتروني بطل قصتنا النهاردة بيبعت إشارات راديو كل 54 دقيقة، وبيبعت برضو انبعاثات مختلفة في 3 حالات. الأولى نبضة راديوية كل 10 إلى 50 ثانية، ونبضة تانية أضعف بمقدار 26 مرة كل 370 ملي ثانية، وفترة تانية أو تالتة من الهدوء. بتقول الدكتورة ماناشيا كاليب المؤلفة الرئيسية في الدراسة اللي حاسبها لك في صندوق الوصف، قالت كاليب ان ده امر غير معتاد اننا نكتشف نجم نيوتروني مرشح بيصدر نبضات راديوية بالطريقة دي. على مدار 8 شهور اترصدت نبضتين بتتخللهم فترة من الهدوء. العلماء بيعتقدوا ان ده دليل على ان الشيء اللي بيسبب الانبعاثات دي بيتغير، وده امر مثير للاهتمام ان الجسم ده بيصدر حالات انبعاث متميزة لكل واحدة منهم خصائص مختلفة. هل في هناك جسم تاني بيأثر بجاذبيته على النجم النابض وبيخليه يغير من نبضاته بشكل متباين؟ هل رصدنا قبل كده حالة زي دي ممكن تساعد في حل اللغز؟
من سنة تقريبا وتحديدا في يوليو 2023 اكتشف العلماء نجم نيوتروني لمجال مغناطيسي قوي، وبيطلق موجات راديو بشكل أبطأ من أي جسم اترصد قبل كده، وتحديدا كل 22 دقيقة، وده زمن طويل جدا في النبض. النجم المغناطيسي اللي اسمه هيظهر قدامك دلوقتي واللي بيقع على بعد 15 ألف سنة ضوئية مننا، بيعتبر ده أطول نجم مغناطيسي تم رصده قبل ما يتم رصد نجمنا بطل حلقتنا النهاردة وكنا بنتكلم عليه في بداية الحلقة. جسم بيتحدى هو والنجم السابق ده كل مفاهيمنا عن نجوم النيوترونية والمغناطيسية، أغرب الأجرام الفلكية وأكثرها تطرفا في الكون. طبعا مش كل النجوم المغناطيسية بتطلق موجات راديو أو بتدور حوالين محورها بسرعات كبيرة. النجوم النيوترونية يا إخوانا في نهاية عمرها بتفقد قوتها في الدوران بسرعة كبيرة وبتضعف مجالاتها المغناطيسية، بالتالي النجوم المغناطيسية الأقدم لها مجالات مغناطيسية أضعف وبالتالي لا تنتج انبعاثات قوية. العلماء بيسموا المرحلة دي بعتبة الموت، Death Line، وفقا للفريق البحثي اللي كشف هذا النجم اللي بيدور ببطء، وده بيشير الى انه نجم مغناطيسي اقدم وبالتالي مجاله المغناطيسي اضعف من انه ينتج نبضات في موجات الراديو. وبالرغم من كده فهو ما زال على قيد الحياة وبينتج طاقة وموجات مرصودة على بعد 15 الف سنة ضوئية. نجم مغناطيسي بيصدر نبضة كل 22 دقيقة وتم رصدها من 34 سنة وبالتحديد في سنة 1988، ولم يتم الكشف عنها واكتشافها إلا السنة اللي فاتت. بالتالي النجم ده والنجم بطل قصتنا النهاردة بيمثلوا فئة جديدة من النجوم النابضة غريبة الأطوار. الفريق اللي كان وراء اكتشاف النجم النابض اللي بيصدر نبضة كل 22 دقيقة كان محتار جدا من النتائج اللي توصلوا ليها. جرم سماوي عابر غامض بيظهر ويختفي بشكل متقطع وبيطلق أشعة قوية 3 مرات في الساعة الواحدة. الفريق البحثي وبمجرد انهم اكتشفوا النجم بحثوا في السجلات عن الأرصاد السابقة للمنطقة اللي فيها النجم النابض ده، وحصلت مفاجأة الصراحة ومفاجأة مدهشة بالنسبة للفريق البحثي. والمفاجأة اللي ما كانش متخيلها الفريق انهم لقيوه ظهر في ملاحظات اجراها التلسكوب الراديوي العملاق GMRT اللي موجود في الهند، وكان برضو موجود في أرصاد المصفوفة العملاقة في الولايات المتحدة VLA. بتقول دكتور هيرلي ووكر قائدة الفريق البحثي بجامعة كيرتن باستراليا إنها اندهشت من اكتشاف الملاحظات في الأرشيف القديم للتلسكوبات دي في الهند والولايات المتحدة الأمريكية، لأنها كان عندها 5 سنين لما تم رصد الموجة ومحدش عرف مصدرها، وفضلت مستخبية البيانات دي في السجلات سنين طويلة لغاية ما كبرت ووكر وبقى عندها 33 سنة واكتشفتها في أرصاد تلسكوبات أستراليا ولقيت أثر قديم ليها في التلسكوبات دي. وفعلا يا جماعة عندنا كتير من البيانات اللي محتاجة كتير من الباحثين يبحثوا فيها، وخاصة في السجلات الخاصة بالتلسكوبات الراديوية، ولذلك البحث في البيانات والسجلات القديمة مهمة جدا لعلم الفلك وبالأخص علم الفلك الراديوي. العلماء كانوا محظوظين انهم يكتشفوا خلال السنتين اللي فاتوا دول نجمين نابضين بيصدروا نبضات طويلة زي دي، وده دليل على ان في اجرام فلكية تانية ممكن تكون مرشحة انها تكون نجوم مغناطيسية نابضة قديمة العمر بتصدر نبضات غريبة زي دي. وما كانش نجم نيوتروني مغناطيسي نابض فده هيكون مفاجأة كبيرة انه يبقى قزم ابيض، لان شمسنا في نهاية عمرها هتكون قزم ابيض. قزم ابيض مقترح بيملك مجال مغناطيسي قوي غير مسبوق، او حتى ممكن يكون نظام ثنائي من نجم نيوتروني او قزم ابيض. ايا ما كان، فالكشف الجديد ده مهم جدا في مجال علم الفلك الراديوي اللي اصبح بيتقدم جدا خلال العشرين سنة اللي فاتت، وبالتحديد مع بناء تلسكوبات راديو فائقة القوة. نجم نيوتروني مقترح أغرب من 3000 نجم نيوتروني تم رصدهم قبل كده بيصدروا نبضات راديوية قوية، بل ونبضات بتصدر مش كل ثانية زي ما كنا بنرصد قبل كده، إنما كل ساعة تقريبا. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهاردة عن النجم النابض العجيب، وأكيد مش هتكون الحلقة الأخيرة لأننا ما نعرفش إيه الجرم الفلكي العجيب ده. هل تعتقد صديقي العزيز انه نجم نيوتروني نابض ليه مجال مغناطيسي قوي وفي نهاية حياته لانه بطيء في النبض، ولا هو قزم ابيض فريد من نوعه وغريب عن كل النجوم القزم البيضاء اللي رصدناها في مجرتنا درب التبانة قبل كده؟
أم شيء آخر تماما مختلف؟ اكتب لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش بقى تضغط على زر الإعجاب لو الحلقة عجبتك، واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان تتابع معانا كل جديد ومفيد وغريب واستثنائي في قناتكم قناة إنفوسفير الرائدة في مجال علوم الفلك والفضاء. عيد سعيد علينا وعليكم أجمعين، وعلى وعد باللقاء في حلقة جديدة من إنفوسفير غلاف معلوماتي، رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي محمد فهمي سليم، سلام عليكم.